تكون ماشي في امان الله وتلاقي اللي بكس لك بالشكل ده. تخيل الحركه دي لو اتعملت فيك وانت مع قرايبك ولا ماشي في الشارع. السلام عليكم، كابتن جابر معاكم، وهنتعلم الدفاع عن النفس. اول قاعده، حاول تكون انسان مش بتاع حوارات، مش بتاع مشاكل، لانك انت لو كده تستاهل اللي يجرالك. هتتصرف بقى ازاي لو حد عمل فيك المسكه ديت؟ يلا يا كابتن معايا، مسكه بقوه بالشكل ده. حركه غبيه جدا وهيكسر فكي. رقم واحد، لازم توقف القوه بتاعته. هتعمل ايه؟ امسك ايده الاثنين كده جامد. رقم اتنين، الطريقه المباشره، يعني لو انت قادر تطول منطقه تحت الحزام بطنه وجهه يبقى ليه لا تشتغل على طول. انا اسف يا كوتش. يلا معايا، ها ايه يا عم، عايز ايه بقى في ايه؟ ها يلا، يبقى امسك دي بقوه اهو، واضرب هنا اهو، اضرب هنا، اضرب ايه هنا. الطريقه الثانيه، في حاله لو الشخص ده بادي بيلدر، يعني طويل عني، ضخم عني، وماسكني من هنا اهو وعامل لي كده، يعني الحركه ديت هتصرف ازاي؟ نبص مع بعض. يلا بسم الله، امسكني يا كوتش، او حد ماسكني بقوه، لا اقوى، احنا في شغل واقعي. يلا جامد، ها تعالى، يا نهار ابيض ده هيموتني. يبقى امسك الايد اهو بالشكل ده وانا مش عارف اطوله، هعمل ايه بقى هنا؟ اطلع ايدي الاتنين فوق عشان اخد وزن ايدي كلها، وهنزل بقوه على مفصل المرفق بتقلي ايدي. هنا بقى انا عملت ايه؟ قربت منه، بس اكيد مش هبوسه، اكيد هعمل ايه؟ هضربه هيد بوت هنا هنا ضربات ايه متتاليه عشان يسيبني. ها يلا امسكني جامد يا كوتش، ايه يا عم عايز ايه؟ في ايه مالك؟ مسكني كده جامد، هعمل ايه هنا بقى؟ بص معاه، بيرجع بقى لورا، هجيب ايدي هنا من ورا كده والثانيه عند المرفق، وهلف بقوه واجيبه على الارض كده اهو، هنا قوه كده، عملت له حركه ايه؟ التواء. ها تاني نشوف مع بعض. يبقى لو واحد تاني هو خدني بالشكل ده، اتفضل معايا يلا. مش عارف اهو، وانا برجع دلوقتي، برجع معايا. لو انت رحت معاه كده الالم هيزيد. باجي الايد فين؟ هنا لف معايا، ها هنا اهو. بص وانا برجع معاك، ارجع معايا، روح معايا واحده واحده، هنا اهو وهنا اهو، وهلف جسمي بره وهمسك ايده اهو، ايد عند الساعد وعند ايه؟ المرفق. السلام عليكم، واسف على المقاطعه. لو حضرتك حابب تاخد معايا كورس اونلاين هيكون شامل التدريب والأنظمة الغذائية والمتابعة لحظة بلحظة، ياريت ترسلني على الواتساب، هتلاقي البيانات أسفل الفيديو، رسلني وقول لي يا كوتش أنا عايز أخد الكورس الأونلاين، وإن شاء الله نكون على تواصل مع بعض. يلا نكمل. وهلفه وهشده لتحت على الأرض كده أهو. عايز إيه بقى؟ شايف نفسك أملي، تمام يا شباب؟ يبقى دول اهم ثلاث حركات للتعامل مع المسكه ديت. يلا الحركه برده الرابعه، هجيب ايد هنا وايد هنا، جامد، واطلع فوق والف وانزل برده على الارض. ها ناخدها بقوه مع بعض. يلا ها، انت عايز ايه يعني؟ في ايه مالك؟ ها يلا اهو فوق اهو وانزل. ها يبقى اهو اثبت الايد واضرب هنا واضرب هنا واضرب هنا. الحركه الثانيه، ها امسك ثاني يا كوتش، يلا ثاني، اطلع فوق وانزل. وهنا بقى ايه؟ هضرب اهو، هضرب 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 بالشكل ده. الحركة التالتة، ها يلا تاني 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 معايا اهو، ها هجيب ايد هنا وايد هنا زي ما اتفقنا، وهاخده لتحت على الارض. انا عايز حد يعني يعيش في دور البرتقالي. تعالى يا نيمة، تعالى يا بكر، بكس لي فيه، يلا صور معايا، هات بالجنب كده اهو، يلا بكس لي فيه، ها وريني، ها اي طريقه وريها تستخدم. ايوه اهو برافو، كمل، واحد اثنين ضربات متتاليه. طريقه ثانيه وريني، ها مركز جامد، ايوه بخل، ها بتعمل ايه؟ ايوه احطه على الارض، سقفوا له بس، كفايه كده. وده يا جماعه التعامل ضد الحركه ديت. اوعى تقلل من نفسك، اوعى تخلي حد يهينك خالص، استخدم الدفاع عن النفس وقت ايه؟ وقت الخطر. كات.